ما تم اكتشافه من خلال الباحثين والأثريين الجزائريين والباحثين الفرنسيين الذين طبعا شاركوا في هذه العملية التي أخذت وقت طويل، تعتبر مكسب كبير في منظومة الآثار الجزائرية وفي تعزيز البحث والحفريات التي ستطال مناطق أخرى خارج العاصمة. مشروع حفرية ساحة الشهداء اللي هو نموذج حي لهذا التكامل بين التراث الثقافي، الحفاظ على التراث الثقافي ومشاريع التنمية المستدامة. المعقول أنه ما نقدروش يعني نعرقلوا هذه المشاريع، ولكن نوجد توافق بين البحث الأثري، التراث، الحفاظ على التراث، مفهوم التراث أو مفهوم الحفاظ على التراث والتنمية. تم اكتشافه في حفرية ساحة الشهداء، وهو يمكن أن نقول إنه اختصار لتاريخ الجزائر العاصمة. ربما هذا يشكل هوية الجزائر العاصمة، لأن إيكوزيوم في السابق لم تكن هناك دلائل كثيرة على مادية على طبيعة هذه المدينة، لكن هذا الاكتشاف الذي جاء على وقع مشروع يمكن نقول اقتصادي وهو مترو الجزائر. هناك أيضا مسألة تم تسجيلها بأسف، وهو إقدام عدد كبير من بعض المغامرين في تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية الجزائرية، ثم ظهرت فئة جديدة ممن يستخدمون وسائل البحث عن المعادن الثمينة في بعض المناطق في الجنوب، وهذه أيضا من الدوافع إلى ضرورة تأمين المواقع الثقافية والأثرية الوطنية بمزيد من تعزيز أكثر على المستوى القانوني.